بنعرف حاجه اسمها البلاك بادي راديشن فانكشن. دي عباره عن السبيكتروم اوف باور بير يونت اريا اميتد باي كومبليتلي بلاك سيرفيس ان ويف لينث انترفال بتوين لامدا اند لامدا بلس دلتا لامدا. اوكي، بعرف ان هو عباره عن الحاجه اللي احنا كاتبينها هنا دي دبليو لامدا اوف لامدا ان تي، يعني بتعتمد طبعا على التمبرتشر. اوكي، وده بيبقى شكله حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. اوكي، اللي بتكلم هنا مثلا على عند 1600 بيبقى كذا، عند 2400 بيبقى كذا، عند 3200 بيبقى كذا. لو انا خدت بقى الجزء اللي هو يبقى شغال قريب من الرينج بتاعي، اللي هو الرينج بتاع الروم تمبرتشر اللي هو تي بتساوي 310 ديجري كلفن، بيبقى شكله حاجه بالمنظر ده كده. اوكي، بلاقي ان هو من اول حاجه زي 3 مايكرون لغايه مثلا حاجه قريبه من حاجه 40، مثلا 40 مايكرون او حاجه زي كده. اوكي، طبعا ناخد بالنا من الرينج ده ريلاتيف لده. اوكي، احنا بنتكلم هنا على رينج ابعد بكتير، يعني الرينج هنا مايكرومتر او مايكرون بيبقى هنا في الرينج البعيد خالص اللي هنا ده. كل ما احنا بنعمل هيتنج، كل ما البيك بتاعت البلاك بودي راديشن فانكشن بتشيفت ليفت، والكيرف كله بيبقى ايه، يعني بيبقى سكيوت كده تو ذا ليفت زي ما احنا شايفين هنا كده. اوكي، فاحنا لو بنتكلم على بلاك بودي احنا بنسخنه، احنا اكشولي ما بنشوفش الراديشن بتاعه في الفيزيبل لايت بيفور ان احنا نسخنه مثلا ل 2400، لان هنا 1600 حتى ما بيوصلش ان هو يكون وصل اللي يبقى فيه كومبوننت في الفيزيبل رينج، اللي هو الفيزيبل رينج اللي موجود عندي هنا. لما بتيجي 2400 بيبقى فيه كومبوننت موجوده، 3200 بيبقى فيه كومبوننت موجوده، بيفضل بعد شويه كده موجود عندنا كومبوننت موجوده في الايه، في الجزء اللي هو الفيزيبل لايت ده نقدر نشوفه. الحقيقه في عندنا ثيوريتيكال فورمولا بتاعت بلانك بتدينا ال W لامدا اوف لامدا ان تي ده بيساوي كام، ودي الحقيقه فيها كل التيرمز اللي فيها دي كلها تعتبر كونستنتس ما عدا التمبرتشر واللامدا اللي هي الويف لينث. اوكي، فاحنا بيسكلي من بلاج ان التمبرتشر بتساوي كام، ونقدر نحط بقى او نرسم الكلام ده از ا فانكشن اوف لامدا اللي هي موجوده هنا وموجوده هنا علشان نطلع شكل السبيكترم عامل ازاي. لو انا عايز احسب بقى التوتال انرجي اللي هي الاريا اندر ذا كيرف، اللي هو التوتال كيرف بتاع اللي هو البلاك بودي راديشن فانكشن ده، فبانتجريت الكلام ده وذ ريسبكت تو لامدا ات ا بارتيكولار تي، فبلاقي ان في عندي فورمولا ظريفه جدا اللي هي بيطلع لي ان هي مجموعه كونستنتس كده مضروبه في تي تو ذا باور 4 اللي هي سيجما اس بي في تي تو ذا باور 4. القانون ده بنسميه ستيفان بولتزمان لو، وبيسكلي السيجما اس بي دي بتبقى ديفايند از ستيفان بولتزمان كونستنت، وده بيبقى له رقم محدد كده نقدر احنا نبلج ات ان على طول. ودي حاجه الحقيقه مهمه جدا ان يعني نبقى عارفين التوتال راديشن بتاعنا بيساوي كام بالظبط بدلاله التمبرتشر اللي احنا واقفين عندها بتساوي كام. ممكن ان احنا نتكلم على البلاك بودي راديشن فانكشن از ا فانكشن اوف نيو بدل ما هي از ا فانكشن اوف لامدا. احنا بيسكلي ده الشكل اللي احنا شفناه من شويه او اللي هو از ا فانكشن اوف لامدا. احنا عارفين علاقه بين لامدا ونيو هي عباره عن ان نيو بتساوي سي اوفر لامدا. اوكي، اللي هي العلاقه بتاعه الويف ايكويشن اللي احنا شفناها من شويه. فممكن نعمل مابينج بقى النقط دي نوديها تبقى نقط ثانيه موجوده في الكيرف الثاني، بحيث يبقى في عندنا كيرف دلوقتي عباره عن نفس البلاك بودي راديشن فانكشن از ا فانكشن اوف نيو. اوكي، فنلاقي ان الايكويشن بتاعتنا بتطلع حاجه بالشكل ده كده، وهي برضو نقدر بيها نحسب برضو السبيكتروم بتاعنا، بس بدل ما يكون عندنا ويف لينث بيبقى عندنا فريكوانسي محدده يعني، وفي الاخر هما الاثنين برضو يعتبروا ايكويفالنت لبعض. لو احنا بصينا على التو ايكويشنز، احنا لو بصينا على البيك بتاعه البلاك بودي راديشن فانكشن مع اللامدا والبيك بتاعتها مع الفريكوانسي، بنلاقي حاجه ظريفه جدا. بنلاقي ان احنا عندنا اللامدا ماكسيمم في تي بتساوي رقم ثابت، وهنلاقي عندنا نيو ماكسيمم على تي بتساوي رقم ثابت برضو. فبنلاقي اكشوري ان احنا لو احنا شلنا التي من الاثنين هنلاقي لامدا ماكسيمم في نيو ماكسيمم بتساوي رقم ثابت اللي هي بتساوي 0.57 سي، اللي هي يعني 0.57 السبيد اوف لايت. اوكي، فده اكشوالي بيدينا انديكيشن ان احنا ممكن يعني لو احنا عارفين النيو ماكسيمم بتساوي كام نقدر نجيب اللامدا ماكسيمم على طول، وهما الاثنين بيبقوا مختلفين اكشوالي، ما هماش ايكويفالنت للسي، ما هماش ايكويفالنت، ما هيش العلاقه، ما هياش سي بتساوي لامدا نيو يعني. فبيسك نقدر من واحده فيهم نجيب الثانيه. البيك بتاعه البلاك بودي راديشن فانكشن لما بعملها ريليتيف للامدا غير لما بعملها ريليتيف لنيو. اوكي،
لو انا بتكلم بقى على الجنرال كيس، مش بتكلم على بلاك بودي، بتكلم على جراي بودي، اللي بيحصل ان انا بستعمل نفس البلاك بودي راديشن فانكشن اللي انا بتكلم عليها دي واضربها في الاميسيفيتي بتاعتي از فانكشن اوف لامدا. يبقى معنى كده بتكلم على الجراي بودي راديشن فانكشن ان هو عباره عن ابسيلون اوف لامدا تايمز دبليو لامدا اوف لامدا ان تي. يعني هي نفس الكاركترستكس بالظبط بتاعت دبليو لامدا، هي نفسها بالظبط بتاعت البلاك بودي، بضربها في الاميسيفيتي بتاعت الكيس اللي بتكلم عليها عشان احسب الايه الجنرال كيس بتساوي كام.